أكيد يمكن سلمى عم نشوف مع بداية الشهر كيف عم ترتسم ملامح الميلاد والأعياد، نقول يا رب هيك تكون سنة خير وفرح لكل الناس، يا رب ما بقى نشوف حزن، يا رب هيك الأمل يدم مزروع بقلوبنا رغم كل الظروف. دائما نحن بنحاول نزرع الأمل ونقول إن شاء الله يا رب بكرة يكون أحلى إلنا ولأولادنا. أكيد أكيد إن شاء الله يا رب كل السلام لبلادنا، واكيد رح نبلش بمحطتنا التاليه. يمكن كثير مننا ممكن يتعسر بالحياه وكل تحدي ممكن يخلينا اقوى، ولكن امتى بيكون هذا التحدي بيخلينا قوايا ما بيخلينا تعيسين؟ امتى بنقدر نشوف دائما شيء سلبي من اي صعوبه بنمر فيها؟ موضوع ما انه سهل ابدا، ولكن بالتمرين وبطريقه التفكير وبتغييرها ممكن نوصل لهذا المكان. كل هاي التفاصيل رح نحكي فيها مع ضيفتنا لليوم الاستاذه فاتن النظام، مدربه بالتنميه البشرية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم، صباح الورد. يسعد صباحك. موضوعنا يمكن مهم وكل الناس عم تحاول يمكن تطبقه ضمن الظروف الحالية اللي عم نعيشها، بس احنا احيانا يمكن الظروف هي بتتأثر علينا أكثر. بالبداية خلينا نعرف كيف فينا نتصالح مع أنفسنا، يعني نتصالح مع الواقع ومع حالنا مشان ما نزيدها. بيقول لك أنا والأيام على حالي، لا طبعا. الأيام علي أنا ضد الأيام. حلو كتير الشيء اللي قلتي إنه أنا والأيام. أول شيء دائما نحن إذا أنت بدك تحكي مع حدا، تمام، بدي أتصالح أنا وحالي بعدين لأحكي مع الأشخاص. صحيح. دائما في شيء اسمه الانسجام الداخلي، يعني بس كون أنا عندي الإنجازات ومتصالحة مع حالي، بعرف شو هي، متكيفة مع حالي، بعرف شو هي مزاياي، شو هي نقاط الضعف تبعي، تمام. فأنا بس كون هيك متكيفة بقدرة ذاتي حقيقة صح، فأنا هون بقدر أتصالح مع الآخرين، بقدر أتقبل الآخرين أو أتقبل، خلينا نقول اللي حكيتي فيه نتقبل الواقع. فمعناتها كلمة المصالحة مع الذات هي عبارة أنه أنت تتكيف وتقدر حالك صح، يعني بمعنى لا أنا طول الوقت هنا لهي الذات، تمام، أو طول وقت خناق أنا وياها، لا، هي أنت عارف شو هي نقاط قوتها، شغل عليها، ونفس الوقت عارف نقاط ضعفك واعترف فيها. يعني دائما في نحن عندنا هذا التجاهل انه انا مثلا نقاط الضعف بتجاهلها، لا، هي الفكره لا، انت ما بدك تتجاهلها، انت بدك تستوعبها، يصير في عندك الوعي الذاتي صحيح مشان تقدر تنظم ذاتك بالطريقه السليمه، وهون تصير عندي المصالحه مع النفس. اكيد. استاذه فاتن، كثير بنسمع من المشاكل اشخاص بيقولوا هذا الشخص ما عنده ثقه بنفسه، فبالتالي عم يتصرف هي التصرفات، سواء كان رجل او امراه، كيف بنعرف انه الثقه هي معدومة عند هذا الشخص أو هي عم بتأدي لأنه هو يصير معه مشكلة مع ذاته وبالتالي مشكلة مع الآخرين اللي عم بيقابلهم؟ ما تكون أنت التصالح مع الذات، ما تكون أنت غير متصالح مع ذاتك، شو بصير في عندي؟ بصير في عندي مشاعر سلبية، عدم تقبل، تمام، بصير أنا كل يوم والتاني بتزداد عندي المشاعر السلبية. انت دائما عم تغلط بحق حالك، انت دائما عم تتصرفي غلط، انت طول الوقت تأنيب تأنيب تأنيب. فانت هون بالحاله هذا الحديث الداخلي شو بصير بيعمل لك؟ انه دد طول الوقت عم يضربك، مشان انت ما عاد عندك بقى القدره، ما عاد عندك ثقه بحالك، حتى بصير عندك عدم تردد، يعني بصير عندك تردد بالكلمه. اذا بدك تحكي الكلمه بتترددي فيها، انا صح عم بحكي، انا غلط عم بحكي، كيف يكون الشخص المواجه عم يتقبلني. ممكن كثير انه نقول مثلا الواحد انه دائما انا غلطان، دائما انا ما حدا بحبني، دائما، فبصير في عندك هالمشاعر السلبيه بخليني عدم ثقه بالنفس، والثقه بالنفس صار عندك تردد، حتى بصير الشخصيه حقيقه مهزوزه، يعني ما بتعود بس مهزوزه. في مشكله احيانا كمان عدم الثقه بالنفس بتوصل لمرحله احيانا بتسمح للاخر يعتدي عليها نفسيا وجسديا. في ناس مثلا بتلاقي انه تصرف معها تصرف غير لائق بتسمح لهم، لانه هم اساسا عندهم مشكله لا مع ذاتهم وعدم تقدير الذات. وتمام، انت كمان واضح عندك نقاط ضعفك، انت مكشوفه عندي، بس يكون الشخص مكشوف فهو سهل التحكم فيه والسيطرة عليه. فهو هون أي شغلة، إذا شخص مثلا يستفز بموضوع معين بيستفزك، بتبلشي أنت تستفزي، فهو فورا صار عندك عدم ثقة بالنفس واصطادك كتير بطريقة كتير سهلة كتير مالها. طيب، يعني هي المشكلة ممكن كتير ناس تعاني منها، يعني سهل كتير نحن نقول لشخص سيطر على حالك، بس ما إنه سهل هو يسيطر على نفسه، خصوصا الأشخاص اللي مثل ما قلتي عندهم نقاط ضعف. الناس اللي حواليهم ممكن بسهولة يستشفوا هاي النقطة ودائما يلعبوا على هذا الوتر. شو الطريقة اللي بتخلينا نكتشف إذا قلنا نقاط ضعفنا ونقدر نتعامل معها بشكل واقعي؟ نحن أول شيء عندنا أول نقطة أعمل وعي بذاتي. دائما نحن لما نكون مثلا بتدريباتنا
بس بقول للشخص احكي لي عن حالك، فهو بيجي بوقف بيحكي لي عن نقاط القوة تبعه وعن إنجازاته وهيك. الشخص اللي هو بتصالح مع حاله طبعا بقول لك أنا كذا كذا، بس أنا عندي هاي القصة أنا معاني منها، معناته أنا شو عملت؟ حطيت الضوء على نقطة الضعف تبعي، معناته هون صار في عندي وعي بالخطوط الحمراء اللي عندي، يلي هي حقيقة اللي بتعمل لي مثل ما نقول بحسن اهتزاز داخلي، عدم انسجام داخلي. بعد انت انا اكون مهتزه داخليا انا ما بقعد بقدر اعطيكي صح، لان انا حقيقه خايفه من حالي، انا كيف بدي اعبر؟ هي اول نقطه. الشغله الثانيه تنظيم، بعد انا نظم حتى ذاتي، بعد انا نظم ملفاتي، انا الامور اللي مثلا اللي بتعني لي مثلا اللي هي حساسه انا بحطها بمكان بالعقل الباطن بطريقه انا لا حدا يقدر يتجاوزها او حتى يمكن يتصرف بطريقه غلط معها، فانا بهم بوعى تماما وبنظمها بطريقه صح. بعدين بحط الشغلات اللي انا عندي اياها فيها قوه، بمعنى انه انا مثلا بشوف الامور اللي هي مثل ما هي صايره بالذكاء العاطفي، هون انا بصير عندي مهاره جديده لازم اشتغل عليها. رقم ثلاثه في شيء اسمه تحفيز الذات، وهذا كثير مهم. انا دائما بعد انت اي عمل تعمليه ما تقول لك برافو كثير حلو تمام، هي اسمها مكافاه، انا كافئتك سواء اسلوب سواء كلمات، كيف انت بدك تكافئي ذاتك؟ هذا كثير مهم. انت كل فتره وفتره في شيء اسمه الحديث الداخلي، مكافاه الذات اللي هي مثلا ضروري دائما نقول مثلا مكافاه الذات تختلف من شخص لشخص. في اشخاص بتحب مكافاه الذات يمكن تروح تتسوق، في اشخاص بتحب تقعد بمكان هادي، في حالات بتقول لك لا خلاص انا خليني قاعده لحالي وارحموني، وهي هي انا مكافاه الذات. فكل واحد له مكافاه الذات، ولكن شو عيناها؟ مكافاه الذات، وليس انه خلص هي إلى تسمية مثل أي تسمية. هون أنت حقيقة أنت بهالمصالحة القوية أكيد حتتمشي 100% صح مع الآخرين. طيب قديش المحيط كمان بيلعب دور لما يكون في عندنا فعلا شخص يمكن مهزوز أو عنده مشكلة بتقدير ذاته أو ما عنده ثقة بنفسه؟ المحيط والعائلة بتلعب دور فعليا، لأن أقدر فعلا خلي هذا الشخص يقدر ذاته ويحب حاله، يقدر يسلط الضوء على نقاط الضعف لتكون هي فعلا نقاط قوة بالنسبة له. البيئة مثل ما نحن بنشتغل ذاتيا طبعا البيئة بتلعب دور كتير قوي، وخاصة أول دائرة دائرة الأسرة، يعني هي بترفع الطفل يا بتنزله يا بتساهم للأسف يا بس بتخليه حقيقة مهزوز بطريقة التعبير عن حاله، يعني حتى إذا بده يفرح تمام هو ما عنده قدرة إنه هو يعبر عن حاله صح، أو حتى مثلا هو بده يزعل كمان ما بيقدر يعبر عن حاله. انت هون طبعا ما تنقول نحن السابجيه لعندي بتوصل للمرحله الثانيه المدرسه، بنلاقي نحن هون الاختلاف والفروق بين الاطفال. ليش في عندنا طفل بيعبر عن حاله فورا بيحكي، وفي طفل بنقول انه اول شيء خجول ما بيحكي بحاله، فبتبلش تطلع عليه نعود سلبيه انه هو انطوائي كذا. فهون الرجعه للاهل للدائره الاولى اللي هن حقيقه ما ساعدوا انه هن يطوروا بذاتهم. نحن اول شيء تقبل الذات، انا وعيت بذاتي بعدين انا بطور بذاتي، ما حدا بقي مثل ما خلق لهلا. دائما انت بدك تطوري بذاتك بما يتناسب مع الشيء اللي بيريحك، يعني نحن دائما نقول النفس بس مثل اذا لبستي فستان ضيق تمام، اوريدي العالم يمكن كثير تعجبها هذا الفستان، ولكن انت بينك وبين حالك ما تكوني مرتاحه، فهون بتصير عندي التطورات بالذات انه انا كيف بدي اكون راضيه حالي بعدين بدي ارضي الاخرين. الاهل هون بدهم يستوعبوا الاولاد وبدهم يحكوا، يلي هو اهم شيء هو نقطه الحوار. ليش انت مزعوجه؟ ليش انت مو عاجبك؟ ما انت تفتحي هي دائره الحوار فانت بتصل للنتيجه انه انت شو عم تعاني من جوا، لانه الحديث الداخلي اصعب من الحديث الخارجي، لانه هو طول الوقت بالراس وبالاذن وبيعطيكي بنمطيه كثير سلبيه. اكيد. طيب استاذه فاتن خلينا نحكي شوي اليوم، نحن عم نفصل شوي كيف الاشخاص ممكن يتعاملوا مع نفسهم ويتقبلوا الواقع، ولكن احيانا في بيكون في شيء مفروض على الشخص، بيلاقي حاله باكثر من مكان في باب مسدود بوشه، بحس انه الظروف قاسيه فما عم يقدر، في اشياء احيانا ما عم يقدر انه هو يتخطاها. هل هذا الشخص بيقدر يتقبل ذاته ويتصالح مع الواقع بظل هاي الظروف اللي هو ممكن يكون عم بيعيشها؟ هو حقيقه هذا من اصعب الامتحانات للذات ولل يعني للنفس، ما انت تكوني بمكان اول شيء مالك متحملتي مالك متقبلتي، لا عم يعطيكي بالعكس هو عم ياخذ منك، كثير صعب ممكن كله يجتمع مع بعضه. تماما هذا كل كثير صعب، سواء كنت بالبيت سواء كنت بالعمل سواء مع الاصدقاء، كثير صعب انه انت بتحسي حالك عم تفقدي الطاقه اللي انت عندك اياها، الانرجي اللي هي لازم تستمر فيها. طب انا هون شو بدي اعمل؟ دائما ما تنقول احنا ما كلمه مصالحه معناتها في عندي اتفاق، واحد لك واجب وغير لك حقوق،
فانت مشان ما تضغطي على حالك، وحقيقه هذا عم بصير معنا حتى حسب عم نسمعه يوميا، يلي عم يجي مثلا جلطات، وهي حقيقه هو ما عم يتقبل الضغوط اللي عم بتصير عليه، ما عم يتقبل الواقع. طب هون انا شو بدي اعمل؟ هذا الواقع هلا موجود، تمام؟ سواء انا من البيت سواء بالشغل انا مضغوط بهذا الموضوع، فانا هون بتقبل انا ونفسي، بحكي انا وياها لقويه، تمام؟ بقول لها انه هذا الشيء بمعنى يمكن اضحك على حالي فيها، بس ولكن هو عباره انه انا بقوي حالي، الا انه هذا الواقع هو عباره عن شيء مؤقت ما له مستمر، لانك انت باي مشكله باي هم حطيتيها كلمه استمراريه، حقيقه انت ما بعود بعد فتره خلص نزلت الطاقه لتحت، ما عاد بقدر تستمري. ولكن بسقول انا هذا الشيء مؤقت، هلا يومين ثلاثه شهر يا ستي خلينا نعطي الابعاد، ولكن بده يتغير. بده يتغير انت اول شيء داخلي، ما تحطيش شيء مؤقت. الشغله الثانيه انت بدك تقري كل شخص شخصيه، يعني كل واحد انا هذا شغلي، تمام؟ اذا خلينا اقول على العمل، هذا عملي، طب انا مو معقول انه انا مثلا اكون مرفوضه من كل الاطراف، فانت وهم تبلشي على المصالحه مع اشخاص لتصل للنتيجه اللي بدك اياها. طيب بالختام خلينا نعطي لبعض الناس ولكل اللي عم يشوفونا بعض النصائح، كيف فينا فعلا نتصالح مع نفسنا، نتحدى هي الظروف، بس كم نصيحة هيك مبدئيا لبلش نهاري مع ابتسامة بسيطة. يعني عليك بلشت بالابتسامة، هو بتبلش بالابتسامة 100%، الابتسامة هي أهم نقطة لأنت تتقبلي النهار، تقولي نهارك سعيد، شو ما صار شو ما صار فهي الابتسامة هي كثير مهمة تبلشي فيها. هو إنه الموضوع الثاني هو إنه أنت تفوتي بمجال التسامح، بمعنى هذا بيعطيني أريحية للصدر، يعني حتى الأكسجين تبعك بتصير بتاخذي ما في مشكلة، مارقة الدنيا، فهي عبارة، فهي التسامح كثير مهمة. الشغلة الثالثة لا تعممي، عدم التعميم، يعني بأنه أنا دائما بهذا القصة هيك بصير معي، لا تعممي، أحيانا بعمموا العالم حتى على اسم، إذا شخص متحسس كل الاسم فلان هنن هيك، عدم التعميم كمان كثير مهم، بنفس الوقت إنه أنت دائما تشتغلي على عدم التعصب، بدي أقبلك شو ما كنتي، تمام؟ التقبل الذات، أول شيء تقبل ذاتك لتتقبل الآخرين، وهم توصلي للإرضاء الآخرين وبتحسي حالك بأريحية. أكيد بالختام نتشكرك، ومثل ما قلتي خلينا بهذا الوقت الصعب نتصالح مع نفسنا، نسندها من جوا لحتى تقدر تخلينا نسند حالنا بالحياة. شكرا كثير. شكرا لك، أهلا وسهلا. شكرا لك على هي المعلومات والطاقة الإيجابية اللي منحتنا إياها اليوم، شكرا كثير لك. تسلمي لي.